احنا فتحنا اول سجل بمعموله، هذا السجل فتح لاول مره باكبر معموله بالعالم. ما في حدا كان شاغل حبه معمول او في مواصفات لنكسرها، هي اول حبه معمول بالفعل هي من المقاسات الكبيره اللي ممكن من الصعب انه لاي منافس يكسر هذا الرقم. نحن من شهر ونص لما اشتركنا بالمعرض قلنا لازم نقدم للشعب السوري ونعيده بشيء ملائم لهالمعرض الحلو، فقلنا لازم نساوي اكبر قرص معمول مهم يكون ويكون بنفس الوقت كبير. فصممنا هذا القرص المعمول مثل حبه المعمول الموجوده باسواقنا على أنه تكون موجودة، وبلشنا نفصل هذا القالب ونصممه. أخذ صراحة أكثر من شهر تصميمه ومقاساته، كان صعب كثير على أنه هيك حبة تنخبز أو تنشوى بفران موجودة قياسا لهي الحبة. هلأ وزن القطعة اليوم 280 كيلو جرام، 45% منهم الحشوة اللي هي عجينة التمر، وجربنا نحن تجربة واحدة وكانت الحمد لله ناجحة 95%، بس هاي التجربة الثانية هي كانت ما شاء الله مهمة. ما كان عندنا هو إلا عائق واحد، العائق نقل حبة هيك معمول بهذا الحجم، والخوف إنه هي تنكسر أو يعني يتغير شكلها على بطريقة النقل. الشيء الثاني اللي هو طريقة الخبز تبعها، يعني مثل ما انت شايفة حبة معمول بهي المساحة بدها جهد كبير وبدها خبرة لتكون طالعة بشكل حلو وبشكل أنيق، ولونها يكون واحد ما يكون متفاوت ألوانها. فهدول الأشياء اللي هي كانت بس. هلأ رحنا من عادات السوريين ودمشقيين إنه بالعيد بيضيفوا معمول، فرحنا هاي مهرجان معرض دمشق الدولي، هو عيد بالنسبة لنا. هاي رسالة رحنا بنوجهها للعالم الخارجي، تعافي الاقتصادي وصمود الشعب السوري خلال الحرب. فرحنا قدمنا للزوار معرض دمشق الدولي أكبر قرص معمول بالعالم، حنفوت فيه على أبواب جينيس. طبعا رحنا فتحنا هذا الملف مع حدا سابق، هاي السابقة كانت موجودة بجينيس. الفكرة أنه بعد المعرض أو حيكون ينباع المزاد المعمولة بالمزاد العلني، يكون يتوجه المبلغ لجمعيات خيرية يشرف وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال. محاولة جديدة لتسجيل اسم سوريا عالميا عبر دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر قرص معمول في العالم، وذلك تزامنا مع فعاليات اليوم الأول من معرض دمشق الدولي بدورته 59 من القسم الغذائي للمعرض. للإخبارية السورية إرمين عمار.